لقي عامل في إحدى الشركات الأهلية مصرعه وأصيب اثنان آخران أثناء معالجة تخسف في خط مجاري بأطراف قضاء تشبايش بمحافظة ذقار. ذكر مراسلنا في ذقار أن العامل جاسم زناد البالغ من العمر 28 عاما توفي إثر انهيار ترابي خلال حفريات لمشروع المجاري، بما حاولت الآليات حفر موقع الانهيار لإنقاذ العمال المحاصرين. نتابع هذا الموضوع مع مراسلنا من محافظة ذقار سلامة سرهيد. مرحبا بك سلامة، ظروف وتفاصيل هذا الحادث وماذا عن من حوصروا جراء هذه الحادثة؟ نعم، تحية طيبة لكل مشاهدي قناة التغيير الفضائية. طبعا اليوم الحدث المهم في محافظة ذقار وبالتحديد من قضاء تشبايش هو وفاة أحد العاملين وإصابة اثنين من العمال نتيجة أعمال حفريات لإحدى شركات المجاري في القضاء في إحدى المناطق السكنية. أنا الآن أقف طبعا بالقرب من الطب العدلي، وهو طبعا قبل قليل وصلت جثمان أحد العمال الذين لقوا حتفهم بهذه الحفريات قبل قليل إلى طبعا الطب العدلي لإجراء عملية التشريح وكذلك القيام بالإجراءات القانونية. التقيت طبعا قبل قليل بالأهالي وذوي المرحوم جاسم الذي توفي نتيجة القيام بإحدى الحفارات بالحفر في إحدى الشوارع. طبعا الأهالي طبعا حملوا المسؤولية للشركة المنفذة للعمل والجهات الحكومية المسؤولة عن العمل، لكون لم توجد هنالك أي وقاية وأي طبعا طرق للسلامة وكذلك السلامة المهنية غير متوفرة كانت في الموقع نتيجة طبعا قيام الشركة بعدم توفير هذه الإجراءات وعدم توفير المواد اللازمة لحفظ الأشخاص العاملين بالشركة. طبعا هم حملوا الشركة المسؤولية الكاملة لكون هنالك عدم وجود أيضا مهندسين مختصين بالأرض لمعرفة الأرض هل هي صالحة مثلا للحفريات، وطبعا كان الحفر يعني بمسافة جدا غميقة وبذلك يعني تسبب انهيار تام طبعا للمنطقة أو للشارع الذي تم حفره، انهيار كان يعني جدا كبير. بالتالي يعني ثلاثة أشخاص يعني دفنوا طبعا بهذا الموقع. جاسم لم يستطيعوا إنقاذه طبعا للأسف، أما زملائه الآخرين فهم يعني في حالة خطرة الآن في مستشفى الناصرية العام طبعا في مدينة الناصرية. هنا طبعا أقف وذوي المرحوم لا زالوا ينتظرون استلام الجثة من الطب العدلي طبعا ليوروها الثرى. هم سيقومون بإجراءاتهم القانونية ضد الشركة المنفذة وضد طبعا الجهات المسؤولة عن هذا العمل لعدم توفر أي من طرق السلامة المتواجدة في المواقع الأخرى التي هي طبعا تفرض مثل ما عرفت طبعا من المعنيين والمختصين أنه هذه الإجراءات إجراءات السلامة هي تفرض على الشركات وتلزم العاملين بارتدائها طبعا للحفاظ على أرواحهم وكذلك المواقع التي يتم العمل بها. من المفترض كان أن يكون تكون هنالك تسييج وكان تكون هنالك طبعا إجراءات لازمة لمنع طبعا حدوث هذه الكارثة التي حصلت في قضاء تشبايش هذا اليوم. طبعا الحكومة المحلية لا زالت تلتزم الصمت حيال ما جرى هذا اليوم في قضاء تشبايش، ونحن ننتظر الإجراءات التي ستتخذ وستكون في الساعات المقبلة. أيضا سنوافيكم بتفاصيل أكثر إن شاء الله في تقرير سنعده إن شاء الله في النشرات الإخبارية المقبلة. نعم سلامة. من ذقار كنت معنا مراسلنا سلامة سرهيد، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.